إذا ده كان لقاءنا مع كابتن أحمد أيوب والكابتن طارق سليمان مدرب العام ومدرب حراس المرمى، شرح فيها أمور كثيرة جدا تتعلق بهذه المباراة والفوز المفاجئ لفريق نادي الزمالك. لكن مهم جدا أؤكد إن الدكتور خالد محمود طبيب الفريق أكد لي على إن إصابة سعد سامري هي قدمة قوية في الركبة، هيقضي على أشعة صباح غد للاطمئنان على حالته، خاصة إن الضربة كانت قوية جدا من يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك، وحتى القرار التحكيمي في وقتها بصراحة كان مفاجئ بالنسبة للجماهير، وعمل حالة هرج ومرج داخل الملعب اللي بالنسبة لي أنا كنت شايف حالة غريبة جدا داخل أرض الملعب. اثنين مراقبين من اتحاد كرة القدم الأستاذ سيد بخيت واللي هو محمد علي، لكن مع ذلك كان في حالة هرج كبير جدا، أعداد كبيرة زائدة عن الحد في دكة لاعبي نادي الزمالك، وجود لاعيبة كتيرة جدا من نادي الزمالك اللي كانوا خارج قائمة المباراة أو حتى من ضيوف نادي الزمالك موجودين في أرضية الملعب، كانش في نظام بصراحة في أرضية الملعب، وبالتأكيد المباراة من خلال مراقبين اتحاد الكرة المفروض كان يبقى هناك ضبط وربط داخل أرضية الملعب. حتى بعد نهاية المباراة وأمام غرف قلع الملابس صحفيين ومصورين وأعداد كبيرة جدا من المنتمين لنادي الزمالك، أعداد كبيرة جدا، لكن بالتالي يعني قدر الإمكان الأمن حاول ينظم المسألة شوية بعد نهاية المباراة. عموما في هذه اللحظات أيضا أحمد فتحي ومروان محسن بيخضع لكشف المنشطات، في هذه اللحظات دكتور خالد محمود اصطحبهم إلى الغرفة الخاصة بالكشف على المنشطات، وفي هذه اللحظات أحمد فتحي ومروان محسن هم اللاعبان من النادي الأهلي اللي بيخضع لكشف المنشطات. ومن الجانب الآخر حتى هذه اللحظات هو محمود جنش فقط من لاعبي نادي الزمالك، بننتظر لاعب آخر لأن اثنين لاعبين من كلا الناديين. عودة من جديد للاستوديو والكابتن محمد فاروق، إليك الكلمة. شكرا يا محمد.